مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير الخبز لرمضان. كل رمضان إن شاء الله وإنتوا سالمين. خبز كتير كتير ناجح ورائع 100% بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا أول شي كوب حليب فاتر، كمان بحط ملعتين طعام سكر، ملعقة طعام خميرة، خلطهم شوي مع بعض. هلأ بتركن لتتفاعل الخميرة 5 دقايق. بعد 5 دقايق بس تفاعلت الخميرة بهيدا الشكل، بحط نص كوب زيت نباتي. ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 3 معالق طعام لبن، ثلاث أكواب ونص طحين، كوب، 2، 3.5. حطينا 3 أكواب ونص طحين، بعجنهم مع بعض. انتهينا من العجن، هلا بدي اشيلهم نحطهم بالجات. عجينة كتير كتير رائعة وطيبة وسهلة وسريعة بالتحضير وناجحة 100%. عندي هون حوالي نص ملعقة صغيرة زيت نباتي، بدهن الجات. نحط العجينة، على فكرة من نفس العجينة فيكن تعملوا خبز، هذا خبز لرمضان وتعملوا مناقيش من نفس العجينة، بتعملوا اللي بدكن اياه وتعملوا منها فطاير. هلا منغطيها بعد ما غطيتها، بحطها بمكان دافي وبتركها ترتاح ساعة. هيدي العجينة بعد الساعة خمرت وصارت بهيدا الشكل. هلا بدي اقسمها قسمين. كمان بمدها بالصينية. بعملها بهذه الطريقة. هلأ
هدول المشاطيح طيبين كتير مع لبني مع زعتر مع جبنة، كتير كتير رائعين وطيبين. هلا بعملهم بهيدي الطريقة. برش على الوجه سمسم، ما بدهن الوجه اي شيء ابدا، عشان هيدي العجينة الزيت اللي فيها بيعطيها لون كتير كتير رائع وحلو. هيدي اول خبزة، اول مشطاحة. لأعمل وحدة تانية كمان، بدنا نعمل المشطاحة التانية نفس الشي، بمدها وبعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. فينا نعملها مدورة وفينا نعملها شكل بالطول مثل ما انا عملت طنطاولي. هلا نفس الشيء بعملها بهيدي الطريقة، بضغط منيح كمان. هيدي شو رح اعمل؟ ما رح احط عليها سمسم، رح احط حبة البركة. هلا بحطهم بفرن حامي على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هول المشاطيح بعد ما طلعوا من الفرن أخذوا بالفرن حوالي 15 دقيقة بهيدا الشكل اللي شايفينه، كتير كتير رائعين وناجحين 100%. بتمنى اللي بيحضر الفيديو يعمل لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.